السلام عليكم. اذا لو سيت ويب ديالنا او الموقع اللي صوبناه في الفيديو اللي قبل هو هذا كما كتلاحظوا، فهي واحد المحتوى. يعني في الفيديو اللي قبل كنا صوبنا واحد المحتوى عنده علاقه بسيت ويب او المحتوى ديال واحد لو سيت ويب. مزيان. اذا دابا شنو غنحاول ندير في هذا الفيديو؟ ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه باش نزيدوا محتوى اخر. دونك كيفاش؟ الا شفنا مثلا هذا لو سيت ويب هذا ديالنا، لاحظ كنلقى غير اون سول باج، صفحة وحدة اللي كاينه فيها واحد المحتوى معين اللي انت كتختار الطريقة باش تضيفو. حنا بغينا دابا نضيفو صفحات اخرى، يعني دوطخ باج اللي يكونوا في السيت ويب ديالنا ونربطو ما بين داك الصفحات. هذا هو المبدأ اللي باغي نوصل ليه في الفيديو ولي فيديو اللي جايين. دونك اول حاجة غنحاول نصوب دوطخ باج. دونك فين نعرف؟ باش نعرف شحال عندي من باج، فين هما لي باج، باش نعرف فين هما لي باج. فوالا، دونك كنمشيو لهذا المكان هذا في هاد لا ليست. لاحظ عندي هنا اكوي، بالنسبه لهاد اكوي هو هاد لاباج هادي اللي صوبنا، هادي هي لاكو. يعني اول صفحه في السيت ويب هي لاكو. الا مشينا للكونفرساسيون، لاحظ غادي تدينا الاوتلوك، يعني غادي تديك لذاك البواط ايميل ديال السيت وتشوف الى تواصل معك شي واحد. بالنسبه لي دوكيمون، غادي توريك لي دوكيمون اللي كاينين عندك في لو سيت. يعني اي دوكيمون استعملته في لو سيت ويب كيبان تما، مثلا هاد البيتيت هيستوار، لا فيديو اللي كاينه هنا، لي زيماج اللي استعملنا مثلا، هادو كاملين غنلقاهم في لي دوكيمون. بالنسبه للبلوك نوت، هاد البلوك نوت هذا عنده علاقه بواحد اللوجيسيال ديال مايكروسوفت اوفيس 365 سميتو وان نوت. هاد وان نوت غادي نديرو عليه حتى هو دي فيديو، دونك ما غنهضرش عليه دابا. دونك الا بغيت مثلا ناخذ كيلكو نوت ونحطهم على لو سيت، ولا بغى شي واحد مثلا يدخل يشوف هاد لي نوت. بالنسبه لي باج، الوغ هنا هادشي اللي كيهمنا حنا هو لي باج. غنكليكي على باج، الوغ لاحظ معايا غادي يلقاو هنا اون سول باج، هي هادي سميتها هوم بوان اس بي اكس. هاد هوم هادي هي اكوي، هي لاباج الوحيدة اللي كاينة في السيت ويب، عندها جوج ديال الأسماء، سوا كتسمى اكوي ولا كتسمى هوم. سي بيان. دونك دابا كيفاش غادي نديرو نضيفو دوطخ باج، نزيد دوطخ باج اللي غيكونو في السيت ويب باش يبان داك السيت ويب فيه واحد التنقل من هاد الصفحة لهاد الصفحة لهاد الصفحة نسيت شويت. هنا لو كونتينو دو سيت غيبين لك لي باج لي فيشي، يعني غيجمع كلش. لا كوربي الا مسحت شي حاجة كتمشي لا كوربي. دونك غادي نرجع لاكوي. كيفاش غندير نضيف دابا اون باج بلا هاد اكوي هادي؟ يعني غنضيف دوطخ باج. دونك كتكليكي هنا على كريي، هاد لوتي هذا اللي كاين هنا، لاحظ جو كليك شو كريي. مزيان. وكنختار واش باغي نكريي اون ليست، اون بيبليوتيك دو دوكيمون. هاد البيبليوتيك دو دوكيمون راه حنا درناها هنايا، دخلناها في السيت. ليست شبيهه ليها تقريبا، باج هادشي اللي بغينا. دونك غادي نكليكي على باج. اون فوا جو كليك سيغ باج، لاحظ معايا هنا كيفتح لنا واحد الباج جديده. فوالا، لاحظ عندنا هنا باج وعندنا لي موديل. بالنسبه لي موديل، لك الاختيار شنو باغي دير. واش باغي لاباج ديالك تكون فيد وتعاود انت تخدمها من الاول، يعني انت اللي تدخل فيها لي زيماج، تدخل فيها لي فيديو، تدخل فيها التكست، ترتبهم بطريقه باش بغيت، بحال اللي درنا في السيت في الاول، بحال اللي درنا لهاد اكوي. هاد اكوي اللي عندنا هنا بحال اللي درناها في الاول باش كنا كنضيفو ليماج ونصوبوها حنا بيدينا. سينو ممكن تخدم بدي موديل اللي مصاوبين، مثلا تصاوب واحد لاباج بواحد الموديل اللي واجد. مثلا ممكن يكون هذا الموديل فيجوال، لاحظ كيفاش كيكون، كيعطيك هنا واحد اللمحه، واحد النظره على لاباج ديال كيفاش غتكون. لاحظ غتكون بهذا الشكل، هذا عندها واحد المحتوى فيها دي زيماج، فيها مجموعه من الاشياء. طبعا داك لي زيماج كيتغيروا، بامكانك تغيرهم، التكست تغيرو كي بغيت، لي زيماج تمسحهم مثلا، تضيف وحدين اخرين، تلعب بداك الشيء كي بغيت. اولا ممكن يكون هذا الموديل على شكل تكست سامبل، يعني لاباج ديالك غتكون دايره بحال هكا، بحال هاد الشكل، واحد ليماج في الفوق فيها، دونك هنا كاين مشكل في الكونيكسيون، واحد ليماج في الاعلى. نرجعو لهنا الفيجوال، دونك هذا كان مشكل غير في الكونيكسيون. دونك الا مشينا لهاد التكست سامبل، لاباج ديالك غتكون بحال هكا، فيها واحد ليماج في الاعلى، فيها التكست انسي دو شويت، وكاين التكست لتحت، ونبريزونتيها بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. دونك الاولى راه حنا شفنا الطريقه باش كنخدموها، كتكون لاباج فيد، كتضيف انت كتخدم عليها بشكل اللي بغيت. الا بغيتها تكون فيجوال غادي دير فيجوال، مثلا بغينا حنا تكون فيجوال غنختار فيجوال وغندير كريي اون باج. دونك لاباج ديالي ها هي تصوبات. مزيان. هنا كنضيف واحد التكست مثلا، دونك مثلا غنجي لهنا غادي نكتب باغ اكزومبل شيما، يعني عنوان ديال لاباج بصفة عامة. دونك شيما فونكسيونيل، دونك فونكسيونيل دان اورديناتور. مثلا هنا باغي ندير انا درس،
rien. هنا اوتوماتيكمون كيكتب لك هنا شكون هو الشخص اللي مصاوب هاد لاباج. بامكانك تحيدها من هنا، دير سوبريمي تحيدها، تبقى فقط لاباج. سي بيان، لك الاختيار. بالنسبه لهاد الصوره اللي كاينه هنا، بامكاني نموديفي هاد الصوره هذه انطلاقا من هاد لوتي هذا اللي مكتوب اللي راه هنايا. كنكليكي هنايا وكنحاول انني نموديفي داك ليماج. منين غنجيب هاد ليماج غندير شارجي. بامكانك تقلب عليها من هادو اللي كاين هنا، راه ديجا نفس المبدا، نفس الامر اللي كنا درنا من قبل. دونك كنمشي انا مثلا، غادي نمشي لي موديول اللي عندي هنايا. ديجا عندي دي زيماج، غنجيب هاد ليماج هادي وغندير اجوتي اون ايماج. فوالا، دونك نفس الامر في السيت ويب كامل. كتضيف واحد ليماج، كتلعب بها، كتصغرها، تكبرها، تغير لها لي ديمونسيون، تشوف كيفاش دير ليها. نفس الشيء اللي كنا شفنا من قبل. دونك هذه هي ليماج ديالي مثلا. سي بيان، بغيت مثلا هاد ليماج هادي تبقى بهذا الشكل هذا، مزيان. وغادي ننزل للاسفل، غنجي مثلا لهاد التكست هذا، غنحاول ان نحيد هاد هلاو هادي اللي كاين هنايا. نغيرها انا بواحد التكست ديالي خاص بيا. نجي مثلا لهادي، غنسوبريمي هاد التكست هذا اللي كاين هنا، غنغيرو بواحد التكست واحد اخر مثلا، غنديرها نوتر تكست. سي بيان، نجي مثلا لهاد ليماج نغيرها بان اوتر ايماج. اولا كاع مثلا الا بغيت مثلا هاد التكست اللي عندي هنا، نفترض مثلا هاد ليماج اللي كاين هنا بغيتها ما تبقاش هنا ليماج، غندير لها سوبريمي وندير هنا بلوس ونضيف حاجه اخرى بلاصه داك ليماج. يعني كتولي تحكم في التكست ديالك كي بغيت، ولا في السيت ديالك كي بغيت. كتكليكي هنا على بلوس وكتضيف داكشي اللي راك باغي تضيف تما، واش ايماج، واش تكست، واش فيزيونير دو فيشي، واش ليان، واش بحال اللي درنا في الاول. وكتختار داكشي اللي باغي دير هنا وتدخلو. سي بيان، من بعد ما كتسالي لاباج ديالك كتصوبها كامله بالشكل باش بغيت. سي بيان، سينو ممكن تحتفظ على نفس ستريكتور، على نفس البنيه ديالها، تغير غير لي زيماج الا كان هادشي مثلا عاجبك. تغير لي زيماج و لو تكست، النص على حسب الدرس ديالك مثلا او المحتوى اللي باغي تقدم. وكتكليكي من بعد ما كتسالي كتكليكي على بوبليي. دونك لا بوبليكاسيون اي اون كور، ميرسي de patienter. مزيان، هنا شنو كيقول لك هنايا؟ كيقول لك اجوتي لا باج ا لا نافيغاسيون، يعني غادي تزاد في السيت ويب ديالك اوتوماتيكمون، يعني غتزاد معها هاد اكو. بوبلي اون طون كو اكтуаليتي سور لو سيت، غتزاد في السيت كوم اون اكтуаليتي، سافي دير مستجد، شيء اللي هو جديد. سينو ممكن ترسلها عن طريق ان كوريي، سينو ممكن ديرها اونجستري كوم موديل دو باج وتبقى تخدم عليها دائما. يعني ملي تبغي تزيد شي باج غتولي هذا الموديل هذا تبقى تخدم به، تدخلو تزيدو وتموديفي فيه داكشي اللي بغيت. سينو انا بغيت تبارطاجيها مع التلاميذ ديالك او مع الناس اللي كاينين في اوفيس 365 او تعليم، كتهز هاد اللين هذا، كدير له كوبي وكدير له كولي في المكان اللي باغي تبارطاجي فيه هاد لاباج. يعني كتبارطاجي غير هاد لاباج فقط، ماشي السيت ويب كامل. دونك هنا حنا ما بغيناش نديرو هاد الاشياء هادو، او بامكانك ديرهم طبعا، غنوريكم انا طريقه اخرى او اشياء اخرى. دونك لاباج ديالي هي هادي، نطلع لاباج نشوف كيفاش دايره. سافيان، مزيان، هادي هي لاباج ديالنا. دونك غنحاول نزيد اون اوتر باج. دونك غنكليكي على كريي باج، غنشوفو دابا هاد الموديل هذا تكست سامبل. جو كليك سور تكست سامبل وندير كريي اون باج. فوالا، غادي نجي لهاد ليماج غادي نغيرها، غادي نختار شارجي، نجيب اون ايماج من عندي من لورديناتور اللي موجدهم ديجا اللي غيتناسبو مع المحتوى اللي غنحط مثلا. كندير اجوتي اون ايماج، هيا كضاف هنايا. سي بيان، بامكاني نحرك هاد البواني هذا ونشوف شنو باغي نافيشي، واش هاد هاد الجانب ولا هاد الجانب. مثلا بغيتها تبان بحال هكا، مزيان. جوغلاج هنا التكست بامكاني نغيرو، نفس المبدا تكست كتسيليكسيون لي تكست تغيرو. بغيت كاع تحيد هاد التكست هذا تحيدو، دير بلاصو ايماج، فيديو، دوكيمون، فيجيونوز دو دوكيمون اللي بغيت. اكتيفي لي كومونتير، ديزاكتيفي لي كومونتير. مثلا هنا غنكتيفي لي كومونتير ولا نديزاكتيفي لي كومونتير. مزيان، وكتكليكي على بوبليي. ها هما دابا شحال ولاو عندنا ديال لي باج، ولاو عندنا. دونك هنا نسينا لو نو، لو نو اي بو نو بو با تاتر فيد. دونك هنا كيخبرك ديجا نسينا لو نو ديال لو سيت. الوغ هنا كتجي لهنا كتكليكي وكتكتب لو نو. مثلا انا بغيت هنا في لو نو نكتب لي لوجيسيال. مثلا في هاد الصفحه هادي غنهضر على لي لوجيسيال. دائما الشخص اللي صوب لاباج هو هذا، هو صاحب السيت ويب. بغيت تحيدو كتحيد من هنا، كدير سوبريمي من هنا. دونك غنكليكي على بوبليي. فوالا، لا بوبليكاسيون اي اون كور. مزيان، نفس المبدا، بغي ناجوتيها في لي زاكتواليتي. مثلا غنكليكي على بوبليي اون طون كاكتواليتي سور لو سيت ويب. مثلا
وغنكليكي على فيرمي، الوغ كوم سا زدت اون دوزيام باج، يمكنني نزيد مجموعة من لي باج على حساب شنو راني باغي ندير. الوغ غادي نرجع دابا نمشي لهاد الباج هادي اللي عندي هنايا، لاحظ شنو غادي تلقى. غتلقى في السيت ويب ديالك ما بقاتش فقط داك الباج اللي هي هوم، ها هي اللي كانت في الاول اللي هي اكوي، ولا عندك دوطخ باج، ولا عندك هاد الشيما فونكسيونيل دان اورديناتور، ولا عندك لي لوجيسيال، يعني ولاو ثلاثه ديال لي باج. سي بيان. الوغ سكي في كو راني غادي وكنكبر مثلا المحتوى ديال لو سيت. الوغ في الفيديو القادم غادي نشوفو كيفاش نديرو نربطو ما بين هاد لي باج، يعني ملي غنمشي لاكوي، لاحظ غنمشي لاكوي يعني الهوم ديال السيت ويب، يعني الواجهه الرئيسيه ديال السيت ويب. فوالا حنا في الواجهه الرئيسيه ديال السيت ويب. هنا في هذه الواجهه الرئيسيه ديال السيت ويب غادي نحاول نزيد واحد الرابط في الفيديو القادم، غنحاول نزيد واحد الرابط ولا واحد الشيء اللي كيمثل داك لي باج اللي زدت. يعني مثلا غنجي لهنا وغنكليكي على هذه الصوره وغتديني لداك لاباج، او نكليكي على هذه الصوره مثلا وتديني لداك لاباج. دونك في الفيديو القادم غنعرفوا كيفاش نديروا نربطوا ما بين لي باج بثلاثه. بالنسبه لهذيك اكتواليتي اللي كنت هضرت عليها، انتم الا لاحظتوا ملي كتجي الاكتواليتي مثلا هاد لاباج هادي، ها هي ضافت هنا في لي زاكتواليتي بالله هاد الشخص هذا صاحب السيت ضاف هاد لاباج مثلا لي لوجيسيال، بامكانك تكليكي عليها وتمشي ديريكتومون داك لاباج. دونك الفيديو القادم غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا الربط ما بين لاباج.